السلام عليكم ومرحبا بكم انا الطبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عباره على بريوش بدون زبده، كيجي لذيذ بزاف وهشيش كيف كتشوفوا معايا. كنتمنى هذه الوصفه هذه تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش تشتركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، ونخليكم تتابعوا معايا الوصفه. غادي نبداو على بركه الله. غادي نحتاج ان شاء الله في هذا البريوش، عندي هنا جوج ديال البيضات، غادي نحتاج بيضه كامله والبيض ديال البيضه. اما بالنسبه للصفار ديال البيضه غادي نخليه حتى الاخر باش ندهن به البريوش. غادي نحتاج واحد الكبيسه ديال الملحه، عندي هنا كاس مع مرش ديال كاس العنبه مع مرش ديال الزيت، عندي كاس ونص ديال الحليب حتى هو بنفس العبار ديال الكاس ديال الزيت، عندي واحد معلقه كبيره ديال خميره الخبز، ثلاثه معالق كبار ديال السكر سنيده، عندي خماره وفاني. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. دابا ندوزو لطريقه التحضير. غادي نبداو على بركه الله. وغادي نحتاج ان شاء الله في هذا البريوش، عندي هنا 500 غرام ديال الدقيق يعني نص كيلو، عندي معلقه كبيره عامره مزيان ديال خميره الخبز، ثلاثه معالق كبار ديال السكر سنيده، خماره وحده وفاني، عندي عبيسه ديال الملحه او ربع معلقه صغيره ديال الملحه، نص كاس ديال الزيت، وعندي الحليب دافي باش غادي نجمع العجينه. دابا ندوزو لطريقه التحضير. غادي ناخذ الاناء اللي غادي نعجن فيه، غادي ندير فيه الخميره معلقه كبيره، سكر سنيده، وغادي نزيد عليهم الحليب اللي درتو كيسخن. غادي نخوي عليه شويه ديال الحليب ونخليه واحد جوج دقائق تقريبا. دابا غادي نضيف الدقيق، غادي نضيف ليه فاني، شويه ديال الملحه، غادي نضيف خماره، نص كاس ديال الزيت، زيت المائده، وغادي نعجن العجينه. غادي نبدا نضيف الحليب بشويه بشويه، الحليب دافي، العجينه خاصها تجي مرخوفه شويه. كيف كتشوفوا معايا العجينه ديالي باقا مازال عاصحه شويه. غادي نزيد الحليب. صافي ديال العجينه ديالي عجنات مزيان، دلكات مزيان كيف كتشوفوا، كتكون هكا كتكون كتلصق في الايد كيف كتشوفوا معايا. غادي نخليها بالنسبه للحليب نص اتروب من هاد الشويه، ها هو حتى هنا. غادي نغطي العجينه ديالي ونخليها ترتاح. دابا كيف كتشوفوا معايا الخميره ديالي او العجينه ديالي ها هي خمرات وضعف الحجم ديالها. غادي ناخذها، غادي نرش البلاصه اللي غادي نخدم بها بالزيت. بسم الله نضبط فيها العجينه ديالي كيف كتشوفوا، نخرج من هذاك البرد اللي تيكون لداخل. غادي نقسم العجينه بشكل متساوي، غادي نديرهم بحال كرات صغار كيف كتشوفوا معايا.
من الاحسن تستعمل ميزان او لا عينكم ميزانكم على حسب. انا غادي ندير الميزان باش يجيني داك الشيء كله عض عض، كرات يكونوا متساويين. غادي ندير 30 غرام في الوحده، دائما كيطيحوا لي في 34 غرام. صافي غادي نكمل بنفس العمليه، يعني كاع الكرات يكونوا بنفس الحجم، ونرجع معكم ان شاء الله من بعد. دابا غادي ناخذ المول اللي غادي ندير فيه، غادي ندهنو بالزيت مزيان، كندهنو كامل. غادي نخليه على جنب، غادي ناخذ بالكره بالكره، كندهن ايدي وكنسرح الكرات ديالي بشكل دائري. كيف كتشوفوا معايا بحال هكا، كندهنهم بالزيت، كنديرهمش رقع بزاف غير شويه. غادي نخليها هكا، نجيب وحده اخرى حتى هي غادي نسرحها بشكل دائري. كيف شو طريقه سهله بزاف، وكتجي زعما هاد البريوش كيجي رطب بزاف وبنين، يصلح الكوتي يصلح الفطور. ممكن تعمروا هاد الكرات بالفرماج اولا تعمروهم بالشوكولات وديروهم بنفس الطريقه. مازال غادي نرجع نعاودهم، حيت من الاحسن انكم تخلوا العجينه ترتاح باش ما تبقاش ترجع ليكم. انا كنديرها وهي كترجع حيت ما خليتهاش ترتاح. دابا غادي نبداو في المرحله ديال اننا نديروها في المول. غادي ناخذوا كرات، كناخذوا الكره الاولى نعاودو نكرصوها مزيان كيف كتشوفوا، ويكونوا تقريبا بنفس الحجم. غادي نديرها هنا، كناخذوا وحده اخرى كنديروها فوقها وهكذا. صافي دابا كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالها. غادي نغطيها ونخليها حتى كتخمر مزيان، ونرجع معكم من بعد ما تخمر ان شاء الله. صافي دابا ها هي خمرات كيف كتشوفوا. غادي ندهنها دابا بالصفر ديال البيض، غادي نخلط الصفر مزيان. غادي ندهنها كامله، وغادي نرشها بالزنجلان. كنرشها كامله بالزنجلان. كيف سبق لي ذكرت هاد البريوش هذا ممكن انكم تعمروا
هاد الكرات من الداخل، يا اما بالفرماج او بالشوكولات مدوب او الشوكولات ديال الدهن. صافي دابا غادي ندخلها للفران يكون سخون من قبل. طيب عادي، غادي نشعل عليها في الاول من التحت حتى تطيب وتنفخ، وكنحسوا بالبريوش ديالنا طاب مزيان، كنهبطها باش يتحمر لها الوجه ديالها وكنخرجوه. هذا هو الشكل النهائي ديال البريوش ديالنا، كيف كتشوفوا كيجي على هذا الشكل. كنتمنى وصفتنا ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش تشتركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، وطلعوا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده.